كاين هناك اننا نبقاو ايجابيين، هذه نقطه اللي هي مهمه بشكل كبير، يعني نبقاو ايجابيين في النفسيه ديالنا، نبقاو ايجابيين في تعاملنا مع عائلاتنا، نبقاو ايجابيين داخل بيوتنا، لان النقط السلبيه تتساعد في التخفيف وفي انقاص المناعه داخل الجسم. طيب. كل ما كان الانسان ايجابي، كل ما كان مستعد للمقاومه ديال المجموعه من الامور السلبيه اللي تقدر تطرى على الجسم ديالو. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، النوم الجيد. ولكن ماذا اقصد بالنوم الجيد؟ النوم الليلي. الان المشكل اللي عندنا هو اننا كل شيء الناس كاينين في البيوت ديالهم، في المنازل ديالهم، الاغلبيه ديال الناس غيبداو ينعسوا في وقت متاخر، يسهرون الليل وينامون النهار. هذا اكبر خطا ممكن ان يقع فيه الانسان، وهذا عنده تاثير على مناعه الجسم. انا احذر من هذا الامر. النوم الجيد ليس النوم الكثير، ليس بعدد ساعات النوم. النوم الجيد هو النوم الليلي، وبالتالي فانا بغيت نسميه النوم الليلي باش الناس يفهموه مزيان. فالناس خاصهم ينعسوا على الاقل 7-8 ساعات ديالهم ليلا ماشي نهارا. الا غنبقى سهران حتى الرابعه صباحا والخامسه صباحا ورفيق حتى الثانيه عصرا ولا الثالثه ظهرا، فهذا راه ما غاديش غيساعد في تخريب المناعه ديالي ماشي في تقويتها.